بحضرة الدكتور يوسف بك. أكتب إليك من غرفة البدرون. لا أدري ماذا أكتب، لكنني سعيدة وأشعر بحرية كبيرة. بتكتبي لمين؟ ماني عارفاكي. سيبي الورقة، عيب. لا، لازم أعرف كاتبة إيه والمين. مش يمكن كاتباه لنبوي جوزي؟ ونبوي بيعرف يقرا؟ لا، كلك نظر. يبقى كاتبة لمين بقى؟ ما يخصك إشي، هاتي. برضو هعرف. يوسف بك نوار، تحية طيبة. أكتب إليك من تحت الشجرة حتى لا يراني أحد. الصراحة أنا كل مرة أحاول أكتب إليك فيها أضحك، لأني أعرف إنك لست مسافر، لكن أشعر بالسعادة لأني أكتب أول مرة خطاب في حياتي. والسلام ختام. ندرة زكريا، من تحت الشجرة في الحديقة. فين الجواب؟ افتكرت ايه وابتسمت قوي كده؟ ها؟ انا؟ لا، انا مش مبتسم. وشك بيضحك اهو. انا بشوش يا خديجة هاني. بشوش؟ اه، ووشي سمح. طبعا يا حبيبي. حد يشوف خديجة هاني وما يبتسمش؟ ساعات بتشوف خديجة هاني مش تبتسم. ربنا يفرح قلبك. بعد اذن حضرتك. نادرة الوجود، وصلني خطابك، خطاب تحت الشجرة والقمر. يستطيع الإنسان عند الكتابة أن يتحرر من كل شيء. أنا منذ عودتي أبحث عن شيء لا أجده. فكرت أن أكمل حياتي في الغربة بالكامل، لكن الحرب قتلت الفكرة. لا أعلم ماذا أفعل. نصف تعليم، نصف بلد، ونصف طموح. لم يكن هناك داعي أن يكون خطابي الأول لك بهذا الشكل. لكنني سعيد يا نادرة الوجود، سعيد منذ اللحظة الأولى التي رأيت فيها وجهك الجميل. يوسف نوار. أنا كمان زيه بكتب لك دلوقتي، ومش عارف لو كنت هتقرأ اللي بنكتبه ولا لأ. الجواب كئيب وحزين، ما كانش قصدي خالص. كئيب يعني زعلان، صح؟ مين مزعل حضرتك؟ حضرتي؟ لا، هو مش زعل، هو يمكن إحباط. إحباط؟ عيان يعني؟ لا، عيان إيه؟ إحباط يعني لما كل حاجة تكون مش زي ما أنت عاوزة، تحس بالإحباط يا نادرة الوجود. نادرة الوجود؟ طبعًا. يعني مفيش مني، صح؟ أيوه. إشمعنى؟ هو كده، انت نادرة الوجود، عينك بتضحك،
طب اقعد ساكت. يعني ايه؟ يعني اتكلم من غير ما تطل، واتكلم عن روحك، مالكش دعوه بيا انا. ليه كده؟ كمل. ليه الدنيا مش زي ما انت عايز؟ ايه اللي ناقصك؟ مين اللي حيشك؟ مين حيشني؟ سؤال بسيط وصعب قوي يا ندى. عايش ازاي زي ما انا عايز؟ سافرت اتعلم طب وما كملتش ورجعت عشان الحرب، اعمل ايه؟ اعالج الناس على قد ما اتعلمت، ولا اسافر تاني واسيب خديجه هنا، ولا اقعد هنا نص دكتور ونص راضي؟ اعمل اللي يعجبك انت. مفيش حاجه بتعجبني قد الكلام معاكي. قلنا خليك في روحك وطل بعيد. سعادية بتلعب مزيكا وعينيها بتضحك وعجيبة كده؟ يبقى مش اصح. استني، اسهل من ايه؟ اسهل من الكلام معاك، الجوابات ارحم. من ايه؟ من الكلام وش في وش. وماله الوش؟ ما هو زي القمر اهو. يوه، وبعدين في الربكة دي الجوابات انت بعيد وانا والقلم احرار. استني اكتب. بس تجري كده رايحه فين؟ ما رايحاش. عامل ايه يا حاج؟ تمام الحمد لله، انتي اخبارك ايه؟ كويس. بص يا غالي، ان كبر ابنك خويه وان كبرت بنتك اقتلها. ليه؟ جوزها تقتلها ليه؟ نفسي اجوزك. خلاص، وانا احقق لك اللي نفسك فيه. مين بقى؟ ولد ابن حلال وابن ناس طيبين. تمام، انا موافق. جواز ايه؟ انت بتهرجي ولا بتتكلمي بجد؟ ايه يا ماما، بتكلم جد جدا جدا. ولد اسكندراني. بيشتغل ايه ده؟ عنده قصر صغير كده في اسكندريه بيحرسه. والله بابا انت مكشوف عنك الحجاب. انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. بص يا ماما، اقري المقال ده هتفهمي. وما تخلصي قرايه انا قاعده جنبك اهو. بابا قرا قبل كده. تصوري يا لبنى، في بنات تافهه بتبعت لاصحابها الولاد صور وفيديوز وفويس نوتس طول الوقت، ازيك يا بيبي، ادعيه وبوكيهات ورد، تلزيق قوي. هتشل منهم بصراحه البنات دي. وفيها ايه؟ ما انا كنت بعمل كده. الواحده فينا بتحتاج لشويه سهوه كده، لطافه عادي يعني. بجد انت كنت بتعملي كده؟ ازاي انت صاحبتي؟ اه طبعا، وهعمل كده لو لقيت امه بس تاني. وانت هتعملي كده على فكره كسوداير. انا ما اعملش كده. ايه الحركات البلدي دي؟ انت تعملي كده؟ ازيك، انت فين؟ انا قلت لك اني اعدي عليك بكره صح؟ تبعتي لمين؟ هيكون لي مين يعني؟ ما بعتش لحد، ده انا بجرب كده، بعمل زي ما انتوا بتعملوا، بشوف. عمرك مسكت موج البحر بايديكي؟ في الحلم. طيب واللي يوديكي؟ لو فاضل في عمري يوم اعملها. لكن ازاي؟ البنات والحريم ما يطلعوش. تضغط على رقبتي. مين قال؟ يلا
هيشوفوني هيشوفوني. بلاش النهاردة. طيب ما هو كده هيشوفونا فعلا. يلا ندرة راحت فين يا أسا؟ راجل تحت من أول اليوم. هتربض على طول يا عم ياسا وتموت ندرة لو عرفت. بمبة جدعة ولا جاسوسة يا أسا؟ جدعة. لكن لو خديجة هادم زعج فيه تبقى جاسوسة يا سيدي. قلبي بيدق أكتر من قلب نادرة لما لمست البحر. سبحان الله سبحان الله. أنا قلتلك هتمسكي موج البحر بإيدك. كيف؟ ما كده زيه؟ لا مش كفاية. تعالي السعادة اللي تغرق دي. والفرحة أوعر قوي أوعر حاج. إيه ده؟ القيامة قامت؟ أنا قلت أول ما ألبس البحر القيامة هتقوم. شفتي؟ مش أنت بس اللي طلعت النهاردة، ستات كتيرة غيرك أهم. ما هو لما القيامة هتقوم هتقوم على الكل جدعان وحريم. استر يا رب استر يا رب. تيجي نقول معاهم سعد سعد يحيى سعد. مين سعد ده؟ سعد باشا زغلول زعيم الوفد. راجل زين يعني؟ أيوة سعد سعد يحيى سعد. تعال سعد يحيى سعد 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 يحيى سعد. ينشكوا في قلبهم يسقطوا الانجليز. طب سعد سعد يحيى سعد 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 يحيى سعد 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 يحيى سعد 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 يحيى سعد 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 يحيى سعد. يسكت الانجليز يسكت الانجليز يسكت الانجليز يسكت الانجليز. الانجليز هيسقطوا ميتة. انا عايز اروح. مش هروح قبل ما يسقطوا. رايحة فين يا سكين؟ أروح أنا أشوف أختي رايحة. لا خليكي معانا اشتمي وهللي وغدري لحد ما نمشيهم من البلد. دول عوروا الولد. يا حبيبتي ورانا مصالح. رايا مستنياني. مستنياكي فين؟ ما هي واقفه هناك اهي. واقفه هناك حبيبي يا بت. السلام لله. ده احنا في مظاهرات وولاد بلد واحده. القلوب سلمت. يلا يا سكينه المصالح ما تستناش. وسيدي المرسي ما انت محركاها من هنا الا لما تقولوا لكم قلتين. يلا يا مره منك ليها قولوا ورايا. يا سعد الانجليز موت الزقام ده يا شيخ زهار. موت الزقام اي الموت السريع. ومن زقم يزقم يزقم الضيف اي ياكل بنهم شديد. وزقم الرجل اي مات موتا سريعا. الموت الزقام يا شيخ زهار. اثبت يا الاتي يا فلاتي اثبت اثبت. الاستقلال التام والموت الزقام. الاستقلال التام والموت الزقام. الشيخ سيد الشيخ سيد اهو يا جدعان معانا بيهتف. الشيخ سيد الاستقلال التام.
ما تسيبونا نهتفوا في وسط الناس يا جدعان. اللي زيك يتشال على الراس يا شيخ سيد. اللي بيتشال على الراس بيتنش يا سيدنا. كلنا في داك يا شيخ سيد. كلنا في دا مصر. قوم يا مصري مصر دايما بتناديك، خد بنصري نصر دين واجب عليك، يوم ما سعدي راح حضر قدام عينيك، عيد لي مجدي اللي ضيعته بايديك. قوم يا مصري مصر دايما بتناديك، خد بنصري نصر دين واجب عليك، قوم يا مصري مصر دايما بتناديك، خد بنصري نصر دين واجب عليك، قوم يا مصري مصر دايما بتناديك، خد بنصري نصر دين واجب عليك. فين نادرة؟ مش باينة النهاردة. نادرة تعبانة شوية خديجة هانم. تعبانة ازاي؟ مالها؟ والله ما عارفة مالها، بس هي تعبانة وراقدة. طب اندهي لي يوسف اقول له يكشف عليها. لا ما يصحش يا خديجة هانم، دي بنت بنوت. طب تعالي ننزل نشوفها. يعني معقولة يا خديجة هانم يعني هتنزل لها بنفسك؟ طبعا عايزة اطمن عليها. يلا تعالي معي. أبوي زمانه عارف وخديجة هانم وليلتنا قدري حصاني. وحد عارف يرجع؟ دي البلد كلها في الشارع. أنت يا راجل وسع. يا رب يوم ما طلعت أقوم في البلد هاجي. روح. استر يا رب. استر يا رب. أنا خايفة قوي. ما تخافيش. فين نادرة؟ تلاقيها قامت. قامت ولا راقدة؟ خرجت يا خديجة هانم. خرجت يعني ايه؟ راحت فين؟ خرجت مع مين؟ هو احنا خرجت راحت فين؟ هو احنا عندنا بنات بتخرج يا خديجة هانم؟ خرجت مع يوسف باي. بجد يا بنت يا سعدية عملتوا كده؟ أول ختمة الشريفة مشيت ورايا من شارع الزجاج لحد ما بيجي هو والحيطة وجبنا الأرض. قلبك تقيل يا بت، من فين جبتي القلب ده؟ خواجة مايع قليل الحياة والرباية، سكران يهبشني ليه؟ جبت أجله. اللي يشوفك يقول عليكي غلبانة، أنا هخاف منك يا سكينة. ما تخافيش، أنا اللي كلت معايشة وملحف دي بعمري. بنتي كلك خير. انت اللي عملتي كده يا سكينة؟ لا ده مش تبعي. همشاني رايه مستنيه ما قدرش عليها. خلاص ماشي، مش هنقولك بقى، خلي بالك على روحك. سلام سلام. احسن تستاهلوا. اصداف اصداف مين يخيبك؟ انت زبون سابق ولا ايه؟ انا جوني، انا جوني منصور. عيني يا أصداف، عيني. حمد لله على السلامة. ثانية نادرة. أنا ضد الاستعمار، أنا إنجليزي بس أنا اخترت البلد دي، اخترت أكمل حياتي وشغلي فيها. أنا مش فاهم هما ليه عايزين يقتلوني. وهم مش عرفهم منصور هو وش أبيض وشعر أصفر وهوك. بس متقلقش، لسه ليك عمر وأنفاس. أنتي أنقذتي حياتي يا أصداف. دلولة بس إنك قلت يا أصداف، غير كده والمرسب والعباس كنت بقول انجليزي يستاهل وكنت ماشي. بس ما سبتنيش،
أنا عشان كده بحب البلد دي. البلد دي فيها خير كتير أكتر من الشر، أنتوا مش شايفينه. البلد دي قتلتني ورجعتني الحياة تاني. الدنيا هي اللي بتقتلنا وترجعنا كل يوم، لحد ما نقوله حقي برقبتي ونروح ما نرجعوش. أصداف أنتي بتحبي. يا حب المفروض كان ليكي مبسوطة. وإيه يدني الفؤاد غير لما يتشعلق باللي مشغول بغيره يا صاحبي؟ أنا اللي قلت لها وأنا اللي خليتها تخرج معايا. أنا كلمتها ليها أب صعيدي وبيغير على بنته، يكلمها يأدبها، هو حر معاها. يوسف بالراحة عليها يا زكريا، نادرة طيبة، ويوسف عشان عاش فترة في أوروبا عمل كده. أنا هفاهم ابني بالراحة إنه غلط، وإنت كمان فاهم بنتك وبطريقتك إن اللي عملته ما يصحش. أنا قلت إن ملهاش ذنب. ملناش دعوة، هو حر مع بنته يا يوسف. يعني إيه هو حر؟ يعني مالكش دعوة بنادرة يا يوسف. هنا مش زي أوروبا، هنا البنات مش بيخرجوا مع شبان. انت بس نسيت، هنا في أصول ويصح وما يصحش. نادرة طيبة وساذجة، وانت لو عايز تحب حب، بس حد يكون مناسب. زعلانة مني يا أصدف؟ يا ريت كان بإيدي يا زعالي، والمرسب والعباس كنا نقتلوك. بس نقولوا إيه؟ اللي بيحب يروح مزلول مهما كانت. أنت عندك حد؟ ده ضيف عيان يا زعالي. خواجه يا اصطف؟ خواجه هو ده العهد؟ جوني منصور له خواجه ولا عسكري؟ ده راجل مخه مطير بالبلد دي، خده هو البلد وعشقها. عادي، ما انت ممكن تحبه ومالكش حكم على قلبك، ممكن تحب حتى اللي ما يحبكش يا علي يا بحر. انت غاليه عندي يا اصطف. اني ولا حاجه يا سي علي. اني اصطف بنت الكرخانه وليا تمن، ومحدش غيرني غير محبتك انت يا سي علي، عشان كده اني مسامحاك. المهم انت تبقى مبسوط. مفيش انبساط ولا راحه. ليه بتقول كده؟ عشان مش ليا يا اصطف، مش مقسومه لي، قلبها مشغول بغيري يا صدف. ايوه يا جدعان، الكل متشعلق باللي مش ليه. بس كويس بردت ناري. بردت نارك؟ طبعا، عشان دقت الكيد اللي قلبي داقه. انا هو كيد يا اصداف؟ كيد الهوا يا بحر، اللي بيسلك جسم اكتر من الكيف. نبقوا شايفينك وعارفين عينك على غيري، نفسي فيك وعارفة إن نفسك متاخدة في نفس غيري. فهمت أنه كد؟ يمكن يطلع ولد كويس. كويس إزاي يا فاروق؟ هي لحقت؟ يعني تقعد السنين دي كلها مش عايزة تتجوز، وبعدين تروح اسكندرية يوم ترجع تقول أنا عايزة أتجوز ده؟ سلمى درويشة وقلبها حلو، ما ينفعش أقولها لأ. هي فستان ولا عربية؟ دي البنت اللي حلتنا، يعني ايه ما تقولهاش لا؟ لانه ما ينفعش يا هدى. لا سلمى ينفع معاها كده، ولا الزمن اللي احنا عايشين فيه ينفع فيه كده. نقول لها اه ونفضل وراها لغايه الاخر، والله طلع الولد كويس الحمد لله، طلع لا، ساعتها في مليون حل تاني غير ان انا اقول لحبيبتي لا. وانت عارف طبعا انها مسافره اسكندريه تاني. عارف طبعا. اجمل حاجه ان بنتك تعمل كل حاجه قدامك.
قلتلك سلمى قلبها كويس. وانت عقلك مش فاهمه؟ محدش اصلا بيفهمني غيرك. انت هتستعبطي ولا ايه؟ انا مش هسيب بنتي بعد قشرتك معايا. تفتكري ممكن اسيب حد ياخد مني حاجه؟ فما بالك سلمى. ما تستعجليش وتطمني. يا رب يسل لي كل أمر، واجعل قلبي في حب محبوبي بلا شقاء ولا تعب، واجعل حبيبي أقرب لي من قلبي يا رب. يوسف! يوسف! الحمد لله على السلامة. بص يا سيدي، يوسف الثالث. مالك في ايه؟ أصل أكاد من فرط الجمال أذوب. آه والله. يعني ايه؟ يعني أنا عملت استخارة وقررت أبقى أم يوسف الرابع. مش فاهم. هي حاجة مش مفهومة فعلا، بس ماشي. مفيش للقلب أسباب يا عمي. أنا بخطبك وهتجوزك إن شاء الله. عادي عادي، بتحصل، رزقك كده. إيه ده؟ سلمى أكيد بتهرجي. تشرب شاي؟ مش كل شوية شاي شاي. أنت فاكرني قصة نقاش؟ بص، الجواز والموت ما فيهمش تهريج. تتجوزي مين بس؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقعدش تسأل أسئلة كتير عشان الأسئلة كتير بتعطل. وبعدين راعي منظري، أنا برنسيسة في نفسي وطلبت إيدك، ما تخليش موقفي صعب. ما عندكش كلمة حلوة، بص في الأرض واسكت وافرح. يعني أعمل إيه؟ يعني يا مولانا تحاول تعدل الحكاية، تخلي موقفي حلو وبتبتسم في وشي وتقول لي أنا ما لاقيش أحسن منك يا سلمى، وإنك سبقتيني بخطوة يا سلمى، وإني عايزك وما لاقيش أحسن وأجمل وأرق من كده. يا ستي ولا كنت أحلى. أيوة. ينصر دينك يا أخي. ممكن سايب اللحظة الحلوة دي للأبد؟ وشك زي القمر وانت بتقولها. يا ستي ولا كنت أحلى. يخديك. هاي تحب أجيب ماما وبابا إمتى عشان نقرأ فاتحة؟ انت بتحرجيني يعني عشان انا ما عنديش ماما ولا بابا؟ يا باشا احنا بنشتري راجل. والله انت عسل. وهتقول لهم ايه بقى طيب؟ هو انا لسه هقول ما انا قلت خلاص. انا مش قادر نصدقك. لا صدق. هي مين من قرايبك هيجي يقابل الحاج؟ مقطوع من شجره موافقه. هي طيب ورئيس القطر هيوافق؟ انا قلت لك انه رئيس قطر. لا ما هو مش رئيس قطر. نعم، انت مش قلت لي ان ابوك بيشتغل رئيس قطر؟ يا سيدي هو الكلام بفلوس عادي، كلنا بنتكلم. امال بيشتغل ايه؟ لما تشوفه بقى هتعرف. طب وليه كده يا ابني؟ انا بنت لما تكذب بيكون ليها اسبابها، لكن انت ولد راجل لما تكذب تتقطع رقبتك. ما اتعلمتش كده في المدرسه ولا ايه؟ الحقيقه لا. طيب اتعلم من سلمى. طيب وعلى كده بقى ماما مديره مدرسه؟ ايه انا قلت لك كده برضو؟ ايوه. يا ابني انا بنت اكذب اخاف اهرب عادي. طلعتي معاها يا نادرة؟ أيوة. تعرف اللي انت عملتيه ده جزته ايه؟ أنا شفت البحر ورجعت على طول، ما عملناش حاجة. وجينا نروحوا قامت الهوجة وقفلوا الطريق. يا فكراني عشان دلعتك يبقى سيبك كدهتش على كيفك. ده أنا عدلك وقتلك.